وهو موعد صدور بيان مهم جدا سيغير مسار دائرة ميت غمر رأسا على عقب. ناس كتيرة طبعا زي ما انتم عارفين كانت يعني آلاف تؤيد معالي اللواء المحترم اللواء علي الديب، طبعا أحد قادة الدفاع الجوي المصري أو الطيران المصري، وأحد رجال الجيش الأفاضل، وأحد الذين أكرمنا الله بهم في جيشنا المصري العظيم. رجل خلوق ومحترم ويخدم أهله، ورجل يعني بصراحة مكسب لأي حد يعرفه. كم هذا الرجل دمس الخلق، وكم هو مهذب، وكم هو حسن الكلمة، وكم هو مبتسم أمام الآخرين. قاعدته الجماهيرية بالآلاف في غمر. خصني بهذا البيان واتفقنا أن أقرأه في تمام الساعة 12:00. بيان ربما يكون مفاجأة للجميع، ولكن بناء على رغبته سأقرأ هذا البيان، ويسعدني بعد أن أقرأه أن يكون معي في مكالمة مهمة جدا أنا أطلقت عليها أنها انقلاب في دائرة ميت غمر. فماذا حدث؟ معالي اللواء علي الديب، بيان هام. السيدات والسادة أعضاء صفحتي المحترمين، وده هينزل طبعا بعد ساعة من دلوقتي أو نص ساعة، فخصني بيه قبل ما ينزل على صفحته. بيان هام من معالي اللواء علي الديب. السيدات والسادة أعضاء الصف المحترمين، السيدات والسادة أبناء دائرة ميت غمر الأكارم، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل أبناء دائرة ميت غمر وكل الأسر والعائلات، الشباب والنساء والرجال بميت غمر عامة، وكل القرى والعزب والكفور التي فتحت أبوابها لي بكل الود والترحاب. فإنني لن أدخر جهدا في تقديم كل ما في استطاعتي للجميع متى طلب مني ذلك، فمكتبي وبيتي في كوم نور مفتوحان للجميع. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجميع على ثقتكم الغالية ووجودكم معي في العمل العام وتشجيعكم لي على خوض الانتخابات البرلمانية. لكن كما يعلم الكثير منكم تم استدعائي للخدمة منذ عدة أشهر، مما أصبح حائلا بيني وبين دخول الانتخابات، وذلك تغليبا لمصلحة البلاد العليا. والله أدعو أن ينير لكم بصيرتكم في الانتخابات القادمة حتى تحسنوا الاختيار لرفع بلدكم ميت غمر ودائرتكم ميت غمر، وألا تكرروا أخطاء الدورة الماضية، وأن تختاروا نوابا تفتخروا بهم بين جميع دوائر الدولة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فاعلموا أن الله مولانا نعم المولى ونعم النصير. بيان مقتضب من معالي اللواء أحد قادة قواتنا الجوية، معالي اللواء علي الديب، يفاجئ فيه الرأي العام بأنه تم استدعاؤه للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة، مما حال بينه وبين استكمال الانتخابات، وهو في قمة حزنه كما تحدث معي، خصوصا أهالي دائرة ميت غمر وقراها وعزبها وكل كفورها كما ذكر، وأهله في كوم النور الذين يعدوا أكبر قوة تصويتية داخل ميت غمر، والتي ربما تصل إلى ما يقرب ال 40 ألف صوت، أو بالتحديد 37 ألف صوت. لقاء مهم جدا يجمعني بمعالي اللواء علي الديب في هذا اللقاء الحصري، وأرجو وإن كان يعني هذا اللقاء بعيد عن الرياضة حضراتكم ثلاثة تركزوا فيه، وخلي أغنية عمرو خصوصا دياب. خصوصا الأهلاوية، لأنه كاشف ومهم جدا، لأن معركتنا هي معركة شرف ومعركة أمانة. وكم هو رجل مهذب وراقي عندما ناشد أهالي ميت غمر أن يحسنوا الاختيار حتى يفتخروا بين كل دوائر مصر أنهم أحسنوا الاختيار. كلام مهم جدا، ولقاء حصري، وربما يكون لقاء أول وأخير، لأن الراجل سيعود إلى جيش مصر العظيم خادما لوطنه، مدافعا عن جبهتنا الغربية، مدافعا عن وطننا الحبيب، مدافعا عن ترابنا الغالي. ف
فنتمنى ان ربنا يجزيه خير الجزاء عما قدم لاهالي مدغمر. وعندما يكون نداء مصر فلا نداء بعد نداء مصر. معالي اللواء علي الديب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ مرعي، أهلا وسهلا أستاذ أحمد مصر. ازاي حضرتك يا سيادة اللواء؟ الله يخليك، ربنا يديك الصحة، ربنا يخليك يا كابتن. يعني أشكرك إنك أنت خصيتني بالبان قبل ما ينزل على صفحتك، وخصيتني بهذا الحوار المهم. ولكن خلينا الأول نذكر ما هي الأسباب المفاجئة التي ربما ستحبط الكثيرين في دائرة ميدغمر. هو زي ما قايل، هو ده السبب، عدم دخول الانتخابات ان شاء الله. بس انا عارف ان الخبر دوت يعني هيقابلوا البعض بالحزن، ولكن في البعض الاخر هيقابلوا بفرحه، لان كان الحمد لله يعني بقى لنا سنه وشويه شغالين في الدايره كلها، فكان ليه تواجد يعني الحمد لله وشعبيه. يمكن حضرتك تقصدها من ردود الافعال على كل الزيارات والبوستات اللي موجوده على الصفحه الرسميه. يعني يعني يا فندم خلينا بس نؤكد انه تم استدعاء حضرتك للخدمه مره اخرى بالقوات المسلحه. تمام يا فندم. تمام تمام يعني ونداء الوطن ما ينفعش يبقى بعديه كلام تاني. بالظبط كده، بالظبط. فربنا ان شاء الله يوفق الناخبين في الدايره باذن الله ان هم يحسنوا الاختيار وما يكرروش الخطا اللي وقعوا فيه قبل كده، لان بصراحه الاختيار لما اساءوا الاختيار انعكس ده على الخدمات والوضع العام في الدايره كلها، مش في المدينه هنا والقرى والكفور. فالناس اصبحت مستاءه من الوضع ده، وبرضه في بعض النواب ليهم خلافات شديده مع بعض الجهات الرسميه في الدوله او مع مصر كلها، فده برضه بيأثر على الناس ان هم كانوا سبب في وصول بعض الشخصيات للبرلمان، عليها علامات استفهام كتيرة يعني. طب فربنا يوفقهم إن شاء الله ويحسنوا الاختيار المرة دي بإذن الله. طب سيادة اللواء، بما تنصح أهالي الدائرة وكتلتك الانتخابية إلى من ستذهب؟ معلش يا فندم حضرتك، بما تنصح أهالي الدائرة وكتلتك التصويتية إلى من ستذهب؟ إيه، لا هو إن شاء الله بعد ما يغلق باب التقدم للانتخابات في الساعة 2 من الظهر يوم السبت النهارده إن شاء الله الظهر، المرشحين، وبرضه بعد فترة الصحون وتطلع القائمة النهائية بالمرشحين على المقاعد الفردية، هنحدد اختياراتنا هتبقى ايه يعني. بس يعني هي ليها مقومات أساسية، يعني المقومات الأساسية منها إن النائب يكون متواجد في الدايرة، ما يكونش ليه إقامة بره دايرة ميدغمر. دي أهم حاجة، إن يبقى متواجد في وسط الناس علشان يقدر يحس بيهم بمشكلاتهم ويقدر يخدمهم ويقوم بدوره. يعني هو دوره رئيسي التشريع والرقابة ده أثناء الجلسات. طب وفي عدم انعقاد الجلسات لازم يكون ليه دور في وسط الدايرة، إن الخدمات بتاعت الدايرة كلها تلبى، بالإضافة للخدمات الشخصية. إحنا بنتكلم في الخدمات العامة أولا، وبعد كده الخدمات الشخصية للمواطنين يعني تيجي في المقام الثاني. يعني حضرتك مع غلق باب الترشيح في تمام الثانية ظهر اليوم السبت، عشان تتحرك في كده، لأن ده نتيجة الثقة اللي الناخبين ادوها لي خلال الفترة اللي فاتت، بإن هم كانوا معايا وكانوا بيأيدوني وفاتحين لبيوتهم وبيقابلوني بكل ترحاب. ده وجد على الأصح إيه؟ اللي أنا هوجه بيه أسرتي هيبقى هو دوت الخيار الأصح من وجهة نظري، وبناء عليه هم هيلبوا الاختيار ده. أكيد في كتلة كبيرة، يعني إحنا معانا على الصفحة 12,000 مواطن، فطبعا يعني كتلة كبيرة، بالإضافة لأن خادم هنا في كومنور عندنا وصلنا 38,000 صوت، فطبعا كتلة تصويتية كبيرة، فلما هنوجهها في الاتجاه الصح أكيد هيبقى ليها تأثير.
طيب يعني سيادة اللي هو خليني افتح صدري معاك، وانت عارف ان انا صريح وصادق، الرسائل كتير جايه، رسائل ما هي كتير. دي مشكلتك يا استاذ عبد الناصر صراحه، عشان في حل مشاكل للبعض لا لا ما بتعجبش بعض الناس. ما دام رزقك على الله وعمرك بيد الله فكن مطمئن وانت تقول كلمة الحق، طبعا لان طبعا العمر طبعا احنا الحق. اتعودنا على كده طول عمرنا، مهما كان هنقول كلمه الحق او على رقبتنا. وتعلمنا من أبطال قوتنا المسلحة، وأنت منهم، هذه الجرأة الله يخليك، وهذا الحب للوطن، وطننا فوق أي اعتبار. ناس كثيرة بتسأل الله يخليك. لماذا هذا الاستدعاء في هذا التوقيت، وهل ربما تكون لشيء ما غير معلن؟ لا مش هقدر اتكلم في الجزئية دي، طيب معلش. طيب سؤال تاني حضرتك، اتفضل. ستكون متواجد في الدائرة ولو حتى أيام أجازاتك، ومكتبك مفتوح، ولا ستغلق الصفحة وتقفل الأبواب والسلام عليكم؟ لا طبعا لا طبعا، انا طول عمري عايش هنا في الدايره، يعني انا مهما كان ليا شغلي وبعدي عن المكان، بس اثناء فتره العمل، ولكن في الاجازات واولادي عايشين هنا في دايره نظام، انا مقيم في كومون نور، ودي اقامه كامله، واولادي هنا في المدارس والجامعات في جامعه المنصوره، يعني ما ليش اقامه تانيه، فانا متواجد على طول طبعا، يعني فبيتي مفتوح ومكتبي مفتوح، في اي وقت حد هيبقى ليه اي طلب او اي حاجه اقدر اقدمها له اكيد مش هتاخر عليه في حاجه. بكل المقاييس الرسائل اللي جاية على اللايف كلها يعني مليئة بالحزن والإحباط، ولكن بمنتهى الأمانة واجب الوطن فوق أي اعتبار يا جماعة. ولكن أسأل السؤال ده، هل هو انسحاب لمرشح بعينه أم هو نداء الوطن ليس إلا؟ القوات المسلحة آخر انسحاب تعرفه انسحاب 67. برافو عليك، رد قاتل، ده قذف جبهة يا جماعة. القوات المسلحة آخر انسحاب عرفته كان اليوم الأسود في 67، ولكن جيشنا وأبناؤه أقوياء، وسيادة اللواء علي الديب يصرح معايا لن يترك الدايرة، مكتبه مفتوح، فريق عمله متواجد، هو سيتواجد، سيوجه كتلته التسويقية في قوم النور لأفراد بالاسم، ولن يجد في ذلك حرج، لأن ثقة الناس فيه فوق أي اعتبار، وحب البلد مصر ملهوش مثيل، وتقديره للناس في ميت غمر ما ينفعك يبقى فيه متاجرة. أتمنى أن أكون فسرت كده صح يا سيادة تمام اللواء. تمام يا كابتن، والله تمام، ربنا يخليك. الخدمات في ميت غمر على مدار ال5 سنوات الماضية، والناس وجدت فيك الإلهام ووجدت فيك المنقذ. يعني هل تقول كلمة في هذا المجال؟ والله هو اللي ربنا قدرنا عليه خلال الفترة اللي فاتت، إن أنا اللي أنا تواجدت فيها يعني في الشارع، يعني الحمد لله هم اللي يقولوا على إيه اللي أنا عملته معاهم، أو حضرتك لو دخلت على الصفحة هتقدر تلمس الخدمات اللي عملتها أو الشغل اللي إحنا قمنا بيه، بالإضافة لبعض حاجات تانية ما نشرناهاش طبعا، لأن ما كانش ينفع إنها تتذكر على الملأ. دون نتيجة إن الناس هنا في دايرة مدغامر مش لاقية نائب ولا سياسيين يفتحوا صدورهم وآذانهم علشان يسمعوا الناس. هي الناس هنا مفتقدة إن حد يسمعها، ويكفي إن واحد يسمع مشكلة واحد حتى ما وصلش في إنه يحلها، ولكن إن أنت سمعتها وتعاطفت حتى معاه، دي في حد ذاتها ليها صدى كبير جدا عند الناس. كون بقى ان احنا ننجح في حل المشكله او ما نوفقش، دي بقى بتاع ربنا يعني، انما ان الواحد يستمع للناس يحس بيهم يبقى معاهم، دي شيء ضروري، لان للاسف نواب الدايره كلهم غير مقيمين بالدايره. ففي فجوه كبيره جدا 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 بين النواب وبين المواطنين في دايره مدغامر. وده يمكن اللي ساعدني واداني فرصه وكان في صالحي واداني ميزه، قدرت ان انا اوصل بسرعه للناس، لان انا عايش معاهم تواجد في وسطهم، فده اللي اداني الشعبيه اللي حضرتك بتلمسها من ردود افعال الناس دلوقتي لما حضرتك بتقول ان هم محظوظين. انا مقدر الشعور ده بتاعهم.
والصور كمان اللي بنعرضها عملت إحباط أكتر للناس، يعني الناس كيف يعني في كل الكفور والرجوع كيف كنت تستقبل. سيادة اللواء خليني أدخل في حياتك الشخصية ونذكر الناس حتى يعرفوا مع من نتحدث. حضرتك آخر منصب توليته في القوات المسلحة؟ يعني معلش مش هنتكلم برضو عن وجودي في القوات المسلحة على اعتبار ان هو لسه موجود، فان شاء الله يعني لما ينتهي نبقى نتكلم على الجزئية دي. ولكن انا طيار مقاتل في القوات الجوية المصرية، وزي ما قلت في الفيديو اللي كان نزل قبل كده كنت سرت الميج 21 واف 16 واف 15، والحمد لله يعني أديت فترتي على خير، والحمد لله يعني حاليا ربنا معانا بقى في الجاي. طبعا يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة، عشان معالي اللواء المحترم علي الديب يطلع معايا، ما كانش ينفع يطلع معايا من تلقاء نفسه، فأرجوكم الأسئلة اللي بتسألوها لنا بخبرتي الإعلامية ولا بمهنيتي ينفع أسألها يعني. ولكن في النهاية اللي أنا عايز أقوله، اللي في دماغكم مش صح، لأن عندما تتحدث مع قائد أنت تتحدث مع رجل أمين، وأعتقد الرجل فسر وما بين السطور يفهمه كل لبيب. دائرة ميت غمر تحتاج إلى رجل مقيم، تحتاج إلى ابن من أبناء الدايرة، لا تحتاج لحد يخطف كرسي أو يخطف حصانة ويمشي. فأرجوكم أحافظ على حواري مع الرجل، ما تزعلوش مني، لن أستطيع أن أوجه له إلا من الأسئلة ما أستطيع أن أوجهه احتراما لأنه اختصني بهذا الحوار. كلمات أخيرة سيادة اللواء. يعني هو برضو يعني يمكن اللي احنا بنقوله ده، ان انا بيتي مفتوح ومكتبي مفتوح، ان الناس يعني ما لو هم مش من متغمر ما يحسوا ان ده كلام علشان الاعلام او كده، انما هو ده طبيعه انا اتربيت فيها، لان والدي الله يرحمه كان نائب لاكثر من دوره في دايرة متغمر، وعشت الفترة دي اللي هو ان الناس متواجدة باستمرار وليها طلبات، وبالاضافة لان والدي الله يرحمه ما كانش عنده مدير مكتب ولا سكرتير، كنا انا واخواتي اللي بنقوم بالدور دول علشان يبقى في امانة في الطلبات، لان كان ممكن ان يحصل ان مدير مكتب يبقى فيه خيانة او تصرف مش سليم، فكان هو متخوف من النقطة دي قوي، فعلشان كده كنا احنا اللي بنقوم بده. فأنا متعود من وأنا صغير إن أنا باخد طلبات من الناس وبحطها في فايلز بطريقة معينة، والردود بسلمها للناس بطريقة معينة وهكذا، فالكلام ده أنا عشته طول عمري يعني مع والدي الله يرحمه، فالوضع ده ما هواش جديد عليا، إن الناس تيجي وتطلب وأسمع لهم وأتحرك معاه، ده مش جديد. بس ده انا حبيت اوضح يعني النقطه دي علشان برضو تبقى واضحه للمشاهدين حضرتك والمستمعين. يعني اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. وان شاء الله يعني باذن الله هبقى معاهم في الفتره اللي جايه علشان برضو نختار نواب يقوموا بالدور دون ويستكملوا المسيره في خدمه الدائره، وليس لحماية مصالح شخصية أو تخليص حسابات مع حد أو عمل أي عمل تاني خلاف مصلحة الدايرة. يعني كمان احنا بنعرض صورة هنا ليك مع الكابتن لؤي دعبس، يمكن من الصور اللي جات لي من المكتب الإعلامي الخاص بيك، وكلنا كنا داعمين ليك بصراحة يا ست اللواء. والله والله ده كان شرف ليا بصراحة يعني، بس في شرف تاني أكبر يعني، فمعلش أنتوا تتنازلوا بقى عن الدعم ده، وإن شاء الله يعني بإذن الله لما نخلص يبقى نجرب المرة الجاية إن شاء الله. يعني سنتنازل عن دعمك ولكن سننتظر إلى من ستوجهنا. هنوجه الدعم ده لمن يستحقه بإذن الله. أرجوك الدعم ده هيوجه لمن يستحقه. وأرجوك تعدني بمداخلة إن سمحت الظروف في وقت هام جدا
تحتاج فيه منك أهالي متغمر وبلدك كفر النور والأهالي والقرى قوم النور. وبلدك قوم النور. وبلدك قوم النور، يعني عايز أقول يعني قوم النور وميت محسن وسنت ماي وكفر بهيدة وضماس وبشلة وكفر سرنجة وسنفة وأتميدة والبهوة وقليلة وميت القرشي وتنطيط وتفهن الأشراف وميت الفرماوي وميت ناجي وسهرجت الكبرى وميت أبو خالد وميت يعيش وميت يعيش هلا والقيطون والدبنية. يا كابتن عبد الناصر، يا كابتن عبد الناصر تفضل تفضل. حضرتك في نواب حاليين ما يعرفوش يعدوا كرة الدايرة زي ما حضرتك عديتها كده. خليني بس عشان ما زعلش الباقيين. لا خلاص ما تيجي تتمشى حضرتك هنا ويبقى افضل. لا لا، سهرجت الصغرى وميت القرشي وميت العز وكفر الشيخ هلال وعلى ابو محمد وكفر المقدام. كل اللي انا قلتهم دول ينتظروا كلمه عندما تقول لله وللوطن في وقت الكلام فيه عيوب بتمن، فتعدني بهذه الكلمه في التوقيت المناسب ان شاء الله فهم باذن الله. ووعد ووعد الحر دين علي يا فندم، وميت العز بيسلموا عليك اهو. شفت انت؟ نسينا ميت العز زعلهم وعائلة. والله كل القرى اللي حضرتك عديتها دي الحمد لله لينا فيها ناسنا ولينا فيها مؤيدين، وبرضه يعني للامانه الشعبية دي مش أنا اللي عملتها برضو لوحدي، يعني كان والد الله يرحمه ليه ناس فيها، والناس دي حاسة بإن في دين في رقبتهم كانوا عايزين يردوه بإن هما يقفوا معايا، وبالإضافة لمجهود برضو فريق العمل اللي كان شغال معايا. يعني ما شاء الله يعني عندي مجموعة كبيرة من الشباب والسيدات والرجال اللي كانوا مجموعة العمليات اللي عندي ومجموعة المكتب الإعلامي، يعني الحمد لله كان في كتير من المخلصين معايا هم اللي وصلونا للشعبيه اللي حضرتك شايفها في الشارع دي. ولعل ان شاء الله مش هنخسرها برضو، وهنوجهها في اتجاهها الصحيح اللي ينعكس عليهم بعد النتيجه ان شاء الله. معالي اللواء علي الديب، على موعد بلقاء عندما تحدده وفي التوقيت المناسب وقبل التصويت بإذن الله. كلمة منك لأهالي متغمر، وأكرر نداء الوطن واجب وخدمة جيشنا شرف لأي إنسان، وطبعا جيشنا المصري العظيم يستحق منا جميعا أن نقدم أرواحنا على أكفائنا وليس نخدمه وحسب. أدعو لك بالتوفيق في مهمتك في الجيش المصري وضمن صفوف قواتنا الجوية والطيران المصري المقاتل اللي هو يعني قوتنا الضاربة، وهوانا المحمي بفضل الله بكم وبإخوانك. وأرجو أنك أنت في أول يوم في موجود في الخدمة أن تبلغ سلامي لكل قائد وكل ضابط صف وكل مجند في كتيبة حضرتك، وأقبل أيادي الجميع وأشكرك شكرا جزيلا. متشكر جدا يا استاذ عبد الناصر على شعورك الطيب دون، وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا باذن الله لخدمه بلدنا ومصرنا الحبيبه، وربنا معانا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. متشكر جدا يا فندم، شكرا شكرا. يعني اعتقد ليس بمقدار هو انفراد اعلامي ليا بمقدار ما هو يعني شيء حزني كثيرا، ولكن انا كل ثقه في ان معالي اللواء علي الديب ربنا اختار له الافضل، وربما اختار لمتغمر الافضل ان يتحدث متجردا بعيدا عن المصالح. اسمعوا كلامي يا اهالي متغمر وكل اللي معايا ما تحبطش، يمكن ربنا رايد الخير، لان كلمه اللواء علي الديب ستكون كلمه فصل وسيقولها، ووعدني انه هيقولها في الوقت المناسب. والله العظيم ربنا سيجعله سبب لان تنقلب الدائره راسا على عقب، لان النهارده وكل متغمر بتتابعني وكل مصر بتتابعني، كلمه علي الديب النهارده دلوقتي معايا قيمتها اكتر مما هو مرشح مليار مره. تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه.